عبد الله فهد عبد العزيز النفيس. الإرهاب المرعب داخل الولايات المتحدة. أكو في الولايات المتحدة أكو ما يزيد على 300,000 ميليشيا بيضاء تنادي بضرب الحكومة الفيدرالية في واشنطن وفي طرد العرب واليهود والزنوج من الولايات المتحدة. ناس عنصريين ريد نيكس بيسمونهم الكوكلوكس كلان، هذولا ريسستس عنصريين، وعندهم في الميد ويست منطقة نبراسكا والمناطق اللي تزرع فيها القمح والحبوب، عندهم هناك مخازن للحبوب. في هذه المخازن لقد تحولت إلى مخازن للسلاح، وتفكر هذه الميليشيات بضرب حتى مفاعلات نووية داخل الولايات المتحدة. الله يوفقهم. ولو ان احنا مو بيض ولا شفنا البياض، يعني صح ولا لا؟ هذولا عندهم مشاريع لضرب المفاعل النووي اللي على شواطئ بحيرة ميتشيغان، وهذا مفاعل خطير جدا يغذي الشمال الافريقي كله بالكهرباء. والله يوفقه واحد من المسؤولين في هذه الميليشيات يفكر بضرب المفاعل هذا. وأنا يعني أرى بأنه إحنا يعني نعطي فرصة في دعائنا أن إحنا ندعي له، يعني أنه الله يوفقه يثبت خطواه، فهمت كيف؟ حتى ينتهي من هذه المهمة ونزوره حتى نهنيه إن شاء الله.